طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. أين وعد رئيس الحكومة بعلاج مصابي ثورة تشرين؟ يتساءل عراقيون. هل يعقل أن رئيس الوزراء غير قادر على الإيفاء بوعده هذا؟ أليس هو رأس السلطة التنفيذية؟ وإذا كان الكاظمي غير قادر على علاج المصابين فلماذا إذن يستطيع أن يفعل من أمور أكبر في البلد؟ أليس البرلمان هو من رفض قرار الحكومة بتعويض ضحايا الاحتجاجات ومعالجة الجرحى؟ فلماذا يتم تحميل الكاظمي كامل المسؤولية؟ وبين وعد الكاظمي بعلاج مصابي تشرين الذي لم ينفذ، استطاع ناشطون بجمع مبلغ 280 مليون دينار عراقي لعلاج المصاب بثورة تشرين كميل قاسم في خطوة قال عنها عراقيون: ما لم تستطع الحكومة أن تفعله فقد فعله الناشطون في النجف. فإذا كان أهالي النجف استطاعوا أن يجمعوا مبلغ علاج لكميل، فما هو حال باقي المصابين؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم بعنوان: أين وعود الحكومة من علاج مصابي ثورة تشرين؟ حيث أعلن ناشطو التظاهرات في محافظة النجف إكمال جمع المبلغ اللازم لعلاج المتظاهر كميل قاسم خارج العراق والبالغ 280 مليون دينار عراقي، مشيرين إلى أن الحملة استمرت لمدة 12 يوما فقط بعد تجاهل الحكومة لمعاناة جرح التظاهرات. دعونا نشاهد جانبا من تصريح ناشطي محافظة النجف حول موضوع كميل قاسم. وهذا قدامكم تتدلل قبل 13 يوم طلب السيد الكاظم رئيس الوزراء مقابلة الجرحى، ووعدتهم خلال 10 أيام حسب الفيديو اللي صار ويا وعد عزاوي إنه طاه موعد لمدة 10 أيام، 10 أيام اليوم مضت عليهم. بعد التنصل الحكومة العراقية ووزارة الصحة العراقية من واجباتها الإنسانية والوطنية والقانونية والشرعية من علاج جرحى التظاهرات، وبخصوص 12 حالة للمصابين بالشلل الرباعي، لم نقف مكتوفي الأيدي أمام تضحيات ومعاناة هؤلاء الشباب الذين ضحوا بدمائهم وأجسادهم من أجل قضية اسمها وطن. بدأت حملة كميل قاسم منذ 12 يوم، والحمد لله والشكر تم إكمال المبلغ المطلوب وهو 280 مليون دينار عراقي لغرض علاج كميل خارج العراق وتحديدا ألمانيا. نعم، طبعا استمرارا لسياسة الإقصاء والتهميش الحكومية تجاه متظاهري ثورة تشرين، اتهم ناشطون ومتظاهرون رئيس الحكومة الكاظمي بعدم الإيفاء بوعوده بشأن علاج جرحى ثورة تشرين، مؤكدين أن مستشاري الكاظمي وموظفي الحكومة لا يجيبون على اتصالات أهالي الشهداء والجرحى. دعونا نتابع هذا التقرير حول هذا الموضوع ونعود إليكم. لم تكتفي حكومة الكاظمي وشركاء العملية السياسية ككل بالمتاجرة بثورة تشرين ومحاولة ركوب موجتها، بل عمدوا إلى استغلال معاناة ذوي الشهداء وآلام الجرحى للتكسب الانتخابي ونزع الرداء الدموي الذي ترتديه السلطة في العراق. أستاذ مصطفى وعدني أنه ينفذ العلاج، وهذا قدامكم. تتدلل. لكن ما في النفوس تظهره الأفعال، فها هو الكاظمي لم يفي بوعوده بشأن علاج جرحى الثورة بعد أن تعهد للمتظاهرين بتوفير مستلزمات طبابتهم، لكن مستشاري الرجل ومدير مكتبه لا يردون على اتصالات أهالي الجرحى. المتظاهرون أكدوا أن الحل الوحيد هو الاستمرار بحملات التبرع لمعالجة جرحى التظاهرات بالنظر إلى زيف الوعود الحكومية. حسب الفيديو اللي صار ويا وعد عزاوي
أعطاه موعد لمدة 10 أيام. فعشرة أيام اليوم مضت عليهم يومين فوق لا خبر ولا أي حركة جت من رئاسة الوزراء. الموقف من ثورة تشرين لم يترجمه القمع الحكومي فحسب، بل كان للبرلمان يد السبق في رفض تعويض أسر الشهداء والجرحى في موقف يحمل دلالات جمة، على رأسها أن الرصاص الذي كان عناصر الأمن والميليشيات يوجهونه لصدور المتظاهرين مصدره الأول أحزاب لها ممثلين داخل البرلمان وإن ظهروا رافضين لقمع الحكومة. ناشطون أكدوا أن جميع الوعود من جانب الحكومة والبرلمان وحتى السياسيين الذين تبنوا رعاية بعض جرح التظاهرات لم تكن حقيقية ولم يكن لها أي أثر على الأرض، بل إن بعض الجهات السياسية استغلت الجرح من أجل الظهور الإعلامي واستغلال الأمر انتخابيا. أكثر من 27,000 مصاب برصاص الحكومة والميليشيات باتوا منسيين، علاوة على أن الآلاف منهم أضحوا من أصحاب الإعاقة الدائمة أو الإصابات التي تحتاج للعلاج خارج العراق، وهو ما يفوق إمكانيات ذويهم المادية، لكنه يعادل 10% فقط من الأموال التي تخصص لرعاية النواب والوزراء. نعم، الغيارة من أهالي النجف قدروا يجمعون 280 مليون لعلاج كميل قاسم المصاب في ثورة تشرين، وإن شاء الله راح يسافر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج. هاي ناس نشطاء من النجف قدروا يسوون هاي الحملة ب 12 يوم، جمعوا هذا المبلغ، والمبلغ مو قليل طبعاً. زين، معقولة حكومة وتصدر أكثر من 4 مليون برميل باليوم الواحد، 4 مليون برميل من النفط باليوم الواحد، ما قدرت من 2019 لغاية الآن أنه تعالج جرحى ومصابي ثورة تشرين؟ يعني يمكن حتى لو طالبين من الدول وخاطبت وزارة الخارجية أو الحكومة بالعراق، الدول المقتدرة، الدول اللي عندها الطب معروف، يمكن كان ساعدوهم وخلوهم يعني العلاج مجانا لهؤلاء. هذا يعني ممكن تعمل الحكومة وما تخسر شيء. زين، هل هو الأمر متعمد بعدم علاج مصابي ثورة تشرين كل هذه الفترة؟ يعني كثير من الوعود، إذا نتحدث بيوم 9/9 الكاظمي التقى بعض مصابي ثورة تشرين وتعهد لهم بمتابعة القضية، وكذلك أعلن رفض البرلمان لقرار الحكومة لتعويض ضحايا الاحتجاجات ومعالجة الجرحى. وهم نرجع ونقول بأنه البرلمان إذا الأمر يخص مخصصاته وامتيازاته يصوت عليه بثواني، أما إذا الأمر يخص الشعب ويخص مصابي ثورة تشرين فيقول لا. فكذلك يعني الأمر ليس فقط الكاظمي من يتحمل المسؤولية، لكن من يدعون بأنهم يمثلون الشعب العراقي في البرلمان الذي جاء في عام 2018 بنسبة مشاركة لا تتجاوز 20%، اليوم يرفضون مقترح من الحكومة لتعويض الضحايا وتعويض جرحى ومصابي ثورة تشرين. نعم، معنا اتصال أم أحمد من النجف. أم أحمد، أهل النجف قدروا يجمعون 280 مليون دينار عراقي لعلاج المصاب كميل قاسم. زين، باقي المصابين ليش الحكومة ما تطلعهم وتعالجهم برأيك؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. قبل كل شيء وفرصة كلش طيبة من رب العالمين أنه أشارك برنامجكم. أهلا وسهلا بك أستاذي الفاضل. أنا ليش من أتصل بكم دائما أذكر أقوال الإمام علي، لأنه هم مصدعين راسنا بالأهل البيت وشيعة أمير المؤمنين، وأرجع وأكرر الإمام علي للكل. نعم. من مسلمين ومن غير مسلمين. نعم. الإمام علي عنده حديث يقول كل طالب كرسي حكم ظالم،
كل طالب كرسي حكم ظالم. اللي الو وياك ام احمد وياك اسمعك. الله يخليك، العفو صوتي شوي كله قاعد يسرع علي. لا لا انت صوتك واضح استمري. الله يخليك. الله يسلمك. فالحديث مترجم نفسه بنفسه. نعم. حديث ثاني احيانا يلام اللي يحكي كلمه الحق، وبالمناسبه انا جاي اتحمل تبعات كلامي وما يهمني، هم احاججهم، خاف اكو ناس تقول هاي بعثيه هاي كذا. اقول للامام علي يقول لا تجعل المحسن والمسيء عندك سواء. ليش؟ لان هذا راح يزهد المحسن بالاحسان ويتابع المسيء بالاساءه. نعم. انا ما زال عايشه ببلد عندنا على دم وانبنى على باطل، بداية على باطل، فكل اللي جاي يصير من تبعات المفروض بين آدم ما يصاروا بالها استاذي. ما صاروا بالها وأقول ليش وأتساءل، نتيجة طبيعية وحتمية، لكن وين تلقى القلب الحر اللي كان يصيح للمتظاهرين المساكين واللي الناس اللي صفقت للي وصفوا المتظاهرين بالمتقابلين وأبناء السفارات واللي قالوا والعراقيين ما شاركوا بالدفاع عن أراضيهم؟ لولا إيران كان داعش يحتل العراق، طلعوا دم العراقيين كأنه هباء منثورة. يلا الحمد لله والشكر طلعوا جرح العراقيين وطلعوا الجنود العراقيين المظلومين. نعم. أتمنى أحد هسه يتصل ويبرر ويقول أم أحمد خطأ، فأتمناه. نعم. زين أم أحمد شن فسر أنه رئيس الحكومة أعلى سلطة في البلد وهو رأس السلطة التنفيذية يقعد، إذا نذكر مثلا وعد الولد اسمه هم على وعد الكاظمي، ووعد بالعلاج والولد مشلول وما نفذ لغاية الآن الوعد مالته، يعني هل يعقل بأنه ما يقدر يكتب ورقة يطلع بيوم وليلة للعلاج؟ أستاذنا إذا كان التوصيف أعلى سلطة بالدولة، إذا كان فعلا مو لفظك، أنا عندي ترى كلها على ورق، كلام على ورق. نعم. والورق ترى يحترق جد حت نار تحرقه كله وتودي، ويعني عندي هيك قناعة قرارة نفسي، والله عندي قناعة حتى لو طال الزمن، وإحنا كلنا ترى تعبانين وكلنا أحيانا نفقد الأمل. نعم. بس نرجع النقطة من رحمة رب العالمين يرجع لنا النقطة أنه لا والله المظلوم يجي يوم، هم يوصف الإمام علي يقول اليوم على الظالم أقوى من اليوم اللي كان على المظلوم، فلازم مشانقهم موجودة بالشوارع من رب العالمين، ولا حد يطلع ويقول أم أحمد ويتفيك براس أم أحمد أبدأ تشوفيها بكل بساطة، لا أتكلف بمفردات ولا هاي، لا حد يقول أم أحمد تهدد وشامسة، أنا ما راح حالي حال أي واحد، إنسانة بسيطة لكنه كلمة الحق مضي على الإنسان إن شاء الله، هذا وعد الله والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ما أتأمل وأرجع أقول لكم لا أتأمل ولا أتفاجأ. نعم. ما زال أكو نفوس رخيصة، واللي قاعد وصار جلاد أستاذي الله يخليك، اللي صار جلاد على كرسي مو بنفسه، صار جلاد بالناس المتملقة بالناس اللي حوطتها. إحنا خونتنا من عندنا بينا، أنا خونت بلدي من عندي بيا، اليوم ما حد يدخل باب بيتي ويدخل، أنا أفتح الباب إله، أنا اللي خنت بلدي وأنا اللي خنت دم شهيدي وأنا اللي خنت جريحي وأنا اللي تهمتهم بأعراضهم، نسائنا وبناتنا الشريفات اللي طلعت بالمظاهرات مقتدى لما نوصفهن وطعن بأعراضهن، إيش عجب ذا اللي كان طالعات وياه وواقفات من طلع رجع مرة ثانية قرر يرجع للانتخابات، فهو أما واحد من اثنين وخلي يسمعوني، أما الواقفات مو نساء أو اللي واقفين أشباه رجال ووقفتهم ذني كانت ما بيها مشكلة، إيش معنى بنات اللي طلعت بالمظاهرات طلع ذني حرام وخلاطة برجال، زين ذني مو نساء لو الواقفين مو رجال وأنت من عندهم. زين أم أحمد أسألك، نعم أسأل السؤال الأخير، الكاظمي قال بأنه البرلمان رفض قرار الحكومة بتعويض ضحايا الاحتجاجات ومعالجة الجرحى، يعني جرحى ثورة تشرين، هل تعتقدين بأنه البرلمان بهذا الرفض يعاقب من شارك بثورة تشرين؟ والله يا أستاذي مو أعتقد قطعيا، كلهم سفلة وأراذل وشرذمة، أقصاهم الأبناهم كلهم سفلة وأراذل تكرمون وشرذمة، فاللي طلع من عندهم كلش طبيعي، اللي قالوا كلش طبيعي. نعم. كلش طبيعي أستاذي، أنا يعني قررت أقطع فترة لأنه أريد يعني بصراحة لأن صارت جدالات وصارت نقاشات وتألمت، لأنه انحكى حكي تكرمون بس الرذيل بس اللي يساوم على عرضه حكاه على ابن بلده، فأحس وصلت لمرحلة الانهيار،
ماكو نتيجة، بس نسأل الله ورسوله اللهم عجل فرجك، اللهم أضرب الظالم بالظالم بس. آمين يا رب. أنا أشكرك أم أحمد من النجف كانت معنا. عبد الرزاق من بابل، عبد الرزاق العراقيين اليوم على منصات التواصل الاجتماعي وبيناتهم يقول لك هل يعقل بأنه رئيس الحكومة يطلع ويقطع وعد وبعدين ما يقدر ينفذه، بينما أهالي النجف وشفنا مقاطع وصراحة يعني يشكرون على هذه الوقفة الشجاعة، أكو ناس يعني تبرعت بمبالغ زهيدة جدا، ولكن يعني مثل القول القائل أو الحديث النبوي رب درهم سبق ألف درهم. يعني اليوم جمعة وب 12 يوم 280 مليون دينار لعلاج المصاب كميل قاسم، بينما الحكومة ما قدرت من 2019 ولغاية الآن لإرسال مصابي ثورة تشرين لعلاجهم. وطبعا ها بالمناسبة هم يعني هذه هم مصيبة، احنا لو عندنا مستشفيات حقيقية في العراق ما يحتاجون يروحون يتعالجون برا. فأنت كمواطن عراقي هل تتصور بأنه رئيس الحكومة يوعد وعد وما يقدر ينفذه لو يعني فقط هو طلع؟ يعني هذه مسؤولية عليه، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية حكومية، لأن يعني قطع الوعد مسؤولية مثل ما ذكرنا مسؤولية أخلاقية، فليش ما نفذ هذا الوعد؟ السلام عليكم. برأيك. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر، إذا كان إن إحنا العراقيين نفتخر صراحة بعد ثورة العشرين، فإحنا نفتخر ثورة تشرين، لأنه ثورة تشرين ثورة جمعت العراقيين وأعطت انطباع بأن العراقيين قلب واحد وإيد وحدة، والعراقيين يا دكتور عمر ما تفرقهم لا المذهبية ولا الطائفية ولا الغرباء اللي اجوا بهاي المسميات. أما بخصوص الكاظمي، الكاظمي أي مجلس وعد بيه أفدق دكتور، أي وعد اللي يعني هذا يحكي ويا نفسه ويحكي ويا نفسه ويصدق، يعني يصدق نفسه يقول يعني هواي قال أنا راح أقضي على أو أمسك اللي قتله والصحفيين والمحللين نعم، وين الوعود مالته؟ اخر كذبه اللي كذبها ويا نفسه المشكله يصدق نفسه يقول هذا منجز. يا اخي انت لما تحكي لك فد شيء غير كون يطبق على ارض الواقع حتى على مود تعتبره منجز. اخر شيء هي هاي مال شو اسمه الخدمه الالزاميه، قال هذا منجز عجيب. يا اخي تنفذته حتى على مود يكون منجز لك، فهذا اعلامي يا دكتور عمر، هذا انسان كذاب. هذا كل المؤتمرات اللي سواها خلال الفترة هذه هي مو لخدمة العراقيين ولا لخدمة العراق، وإنما لخدمة نفسه، يعني يريد ينطي صورة للخارج بأنه أني سويت هيك وسويت هيك، لكنه العراقيين يعرفون حق المعرفة هو وحكومته الفاسدة. يعني دولة جبتها على طار المؤتمرات، المؤتمر اللي صار يعني قبل أسبوعين أو أكثر تقريبا، لا قبل الأموال المنهوبة اللي إجوا بي يعني بعض رؤساء دول الجوار ومسؤولين ومن ضمنهم الرئيس الفرنسي، ووقع الاتفاقية اتفاقية الطاقة ب 27 مليار دولار، صرفوا عليه هو ما طول يمكن ساعتين أو ثلاثة، صرفوا عليه 30 مليار دينار عراقي. زين اللي يصرف 30 مليار على ساعتين وثلاثة اللي من أجل الدعم الإقليمي والدولي لهذه العملية السياسية ما يقدر يعالج أولاد المصابين حتى يحصل دعم من الداخل وقاعدة شعبية؟ دكتور أنا قلت لك هذه كل المؤتمرات هي خدمته. نعم. يعني تخدم، يريد يعني يخلق من نفسه بروباغندا بأنه هو صنع هذا الشيء، لكنه هو فاشل والعراقيين عرفوه كل الزين، والفذلكات مالته هذه ما تمشي على العراقيين. أما ليش ما يصرف هاي الأموال ثورة تشرين؟ دكتور تعرف كل الزين بانه قلت لك ببدايه كلامي بانه ثوره تشرين شرف كل العراقيين، فذول الكاظمي وهاي الاحزاب ها يعتبرون ثوره تشرين ضدهم، فاي شخص يتعرض لاصابه ينقتل يعتبروه عدو لهم. هذا يعني انت لا تستعجب ولا يعني
تقول بين هذول ليش هم فعلا ما يبين يصفون، هم عندهم عداوه ويا العراقيين. صدقني يا دكتور، هاي الحكومات اللي اجت بعد 2003 عندها عداء كل كبير مع العراقيين بغض النظر عن شو اسمه المذهب اللي يحملوه، هم يحملون عداء كل كبير للشعب العراقي باكمله، بسنته نعم. بشيعته. وخير دليل بانه يعني اليوم اللي القاده مالتهم هم شاركوا بالحرب العراقيه الايرانيه لقتل العراقيين يا دكتور نعم. فشلون تتامل من دوله يعني عاجون العراقيين اللي سقطوا على ارض العراق في ثوره تشرين، وشلون تريد منعتهم يعبرون العراق، وشلون تريد منعتهم يبنوا العراق؟ دول اعداء العراقيين يا دكتور، فما يحتاج لها يعني تفسير ولا تحليل. هم دول يعرفون كل الدين. شو تفسر نعم. رفض البرلمان لمشروع قرار الحكومة كما قال الكاظمي على لسانه يوم 9/9 لما التقى ببعض جرحى الاحتجاجات أو ثورة تشرين؟ قال البرلمان رفض مشروع قرار الحكومة بتعويض جرحى الاحتجاجات كما سمى. دكتور نعم، دولة واحد يدفع الآخر. هي هاي السياسة مالتهم، يعني الحكومة تدفع على البرلمان والبرلمان تدفع على الحكومة، فهم متفقين. يقول لك شلون واحد داخل بحق الآخر، حشر من أحشي وبوشوال دول يا دكتور. يعني مختصر كلام مالتي سفلة، والسفلة لا تستعجب من عنده أي شيء يطلع. فهم دول متفقين على إيذاء العراقيين وخراب العراق ودمار العراق، فما ما ما يعني يبنون العراق ويخدمون العراق ويقدمون خدمات الشعب العراق، هذه من سبع المستحيلات يا دكتور. نعم. وتحياتي لك. شكرا جزيلا لك عبد الرزاق من بابل كان معنا. ابو علي من واسط. ابو علي، يعني اذا الكاظمي غير قادر على الايفاء بوعده بعلاج جرحى ثوره تشرين، مصابي ثوره تشرين، شلون راح ينفذ المشروع اللي اطلقه او يعني خطة العمل أول ما إجا؟ وطبعا بالمناسبة هناك مصادر حكومية تحدثت بأنه الخطة اللي وضعها الكاظمي لم ينفذ منها لغاية الآن 25%. زين، إذا هاي تعتبر يعني مسألة ليست بالصعبة ولا المعقدة ولا تحتاج يعني حتى أنه الرجوع إلى البرلمان في هذا الموضوع، يعني هو رئيس حكومة سلطة تنفيذية وعنده ميزانية، يعني مو صعبة إذا عالج دول الشباب. دول شنو برأيك؟ أهلا أبو علي. خير حضرتك، مساء الخير. الله يسلمك، يا أهلا بك. إذا علي الكاظم وين كان عنهم؟ صار له سنة وتقريبا حوالي ونص. نعم. ليش اليوم طلعت؟ وشنو ال 25% حقق من الكاظم؟ شنو اللي حقق الكاظم؟ فيش ما حقق الكاظم. كان هذه الدعاية الانتخابية الجديدة، يعني من يوعز الكاظمي يدز نفط الأسود لبنان. اي والله ذكرتنا بهاي. يعني يدزون يعني ملايين نعم. الدولارات مساعدات عادي ماكو مشكلة، بس ولد البلد مصابين وطلعوا يطالبون بأبسط الحقوق ما يعالجوهم. مو هذه دعايات انتخابية أستاذ محمد، ويعني حتى أهما يقول يا شوفوا ترى أني معاكم والبرلمان مو وياكم. منو البرلمان؟ خلي يقول من الكتلة اللي قالت لا، خلي يطلع ويقول الكتلة الصدرية اللي داعمته، ولا الحلبوس اللي داعمه، ولا إيران اللي انطت الضوء الأخضر يصير رئيس وزراء جديد. هذه دعايات انتخابية، مو يطلع لك اليومية ودلي على مع احترام وتقديري إلى الفنان العراقي كواحد مريض طلع سوى معاه لقاء وأنا إحنا راح نعالجك، وهذه اللي الخلل الطبي أعماها طفلة عراقية. ليش بس تشوف هذولا؟ ليش تطلع بالإعلام؟ تقدر تعالج وديها تقول بالإعلام. يعني أنت رئيس وزراء، أنت أساسا موظف عند الشعب، هو وظيفتك رئيس مجلس وزراء تحقق خدمات للشعب، ما مجبور من عندك طبعاً تكون البرلمان يعني. نعم. هاي بالطبيعي يا أبو علي باقي الدول إن كانت دول فقيرة، دول متوسطة، دول غنية، هاي حلها وزير الصحة إذا صح. أكو مؤسسات مهنية ومؤسسات تحترم المواطن، هاي صح. إذا الشغلة صعبة وبيها أعداد تحتاج ميزانية يحلها وزير الصحة وخلص.
صح ولا اكو عندكم اكو اعتقد اني كمان اشتغلت محاسب اكو عندهم صرف حاله الطوارئ. نعم زين خلني اقول لك ليش هم اذا صدق الكاظمي انه البرلمان رفضه هو ما يقدر ما شاء الله يعني ملتزم بالقانون ما يقدر يصرف اي مبلغ يرجع للبرلمان. هذول عليهم من طلعوا ثوره تشرين طلعوا على الاحزاب السياسيه الحاكمه اذا هم خونه هذا عندهم بنظرتهم هم لان اكو تقرير سبايكر اللي ما طلع واني حدثني باحد اعضاء مجلس النواب العراقي قال اعتوروا بكل ال 1700 وما ادش قد هذول هم خونه لانهم ما نفذوا الواجب اللي قالوا لهم ابقوا داخل المعسكر لا تطلعون. هم نفسهم هذا اعتبروا اني اتحداهم على شاشتكم اتحداهم يطلعون التقرير الاصلي اللي وقعوا عليه. التقرير الاصلي مو اللي طلعوه بالاعلام واللي ما حاسبوا باحد. هذول ثوار تشرين اللي ماتوا هذول يعتبرون خونه عند نظر المجلس النواب لان طلعوا عليهم مثل شهداء حرب العراقيه الايرانيه ما يعتبرون يقول لا تقول عليهم شهداء هذول الشهداء اللي ماتوا قتلهم صدام حسين هم هذول شهداء اما اللي ماتوا بحرب هذول مو شهداء هذول ضحايا الحرب العراقيه الايرانيه ليش؟ لانهم اساسا حاربوا الجمهوريه الاسلاميه اللي هم جابتهم للحكم زين ابو علي نعم يعني كاظم يقول البرلمان رفض قرار الحكومة بتعويض مصابي وجرحى ثورة تشرين أو هو كما سماها الاحتجاجات يعني ما تعطي انطباع بأنه الأمر مقصود حتى لا تطلعون بعد شوفوا مصير ذول المصابين هو ممكن اللي صوبهم يا هو غير طلعنا اللي صوبهم وقتلهم حتى يحاسبهم والله هلهم حتى ما يردون للعلاج أهل المصابين وأهل المعوقين وأهل الشهداء ما يردون من عندهم كل شيء إكرامية ولا يردون يطلبون فلوس بس يطلعهم يا اللي قتل عيالهم يا اللي قتل أبنائهم من اللي قتلهم من اللي صوبهم من اللي قاعد فوق العمارات وقام يقنص بيهم ما طلعهم هذا مجرد ضحك على الدقون وهم ما يطلعون ما راح بعد أي واحد يطلع اليوم أي واحد يطلع مظاهرة ضد الحكومة أو ضد البرلمان أيا كان رئيس الحكومة وأيا كان البرلمان هو راح ينكتل حال الأولي نفس الشيء الأستاذ لأن هم أساسا يقول أي واحد يطلع على هذه الأحزاب هو خائن للأحزاب لأن يقول إحنا ديمقراطيين على حسبهم إحنا طلعنا من رحم الديمقراطية رحم الديمقراطية اللي تزورت ورحم الديمقراطية اللي راح تتزور ورحم الديمقراطية اللي أساسا هم يردونها لان مقتدى من رجع بشروط، من اللي حنفذ للشروط؟ انت شلون تنفذ شروط بالمستقبل ما تدري به؟ هذا يسمونه في المستقبل الغائب انا ما ادري به، شلون رجع؟ فلذلك استاذ هم عندهم اي واحد الشعب هذول كلهم هم عندهم انتم مجرد يعني حشى السامع وحشى العراقيين طبعا حسب نظرتهم انتم مجرد تبع انتم مجرد مؤتمرين احنا نامركم تقولون تم حالهم حال حال هذا اللي يقول احنا شي يريد منا مقتدى يريد نمشي يمين نمشي يمين نمشي يسار نمشي يعني ما عندهم عقول هم وباقي الاحزاب ترى مو بس مقتدى لكن هذول هو الجمهور الاعظم له فلذلك هم متقصدين شعب هم ما يردون يعوضون شعب هم يردون يبقون الشعب اسم ديمقراطيه نفس هذا ما تتغير واني اقول للشعب اللي يريد ينتخب من تنتخب تنتخب منه من تنتخب اكو نزاهه شلون تنتخب والسلاح موجود ليش ما يفعلون يعني ليش انت يا كاظم تدق على هذا القرار يدز لي مالت الخدمه الالزاميه لمجلس النواب هسه يدز لي مالت التعويض هسه ليش ما تطبق قانون الاحزاب يا اخي ليش ما تطبقونه قانون الاحزاب اللي يمنع اي حزب يترشح للانتخابات عنده فصيل مسلح ليش ما يطبق هذا القوانين شنو السبب غير اذا حد يقول انت يا كاظمي مو تقول انت ما عندك فصيل مسلح قول حتى تفوز بالانتخابات هي مطبوخة أستاذ الكريم وهذا يعني زين أبو علي زين أبو نعم. علي برأيك وتصورك يعني من الكاظمي أو المسؤولين من شافوا أهل النجف خلال 12 يوم جمعوا هذا المبلغ 280 مليون دينار عراقي لعلاج المصاب كميل قاسم إيش قالوا نفسهم برأيك بالعكس يقولون أهم هذا شعب ما شاء الله شعب يحب يساعد بس يمدحون بالشعب العراقي وهذا نفس الشيء همنا واحد شفناها اعتقد بالتلفزيون اللي صار حادث سيارته احترقت الكيه مالته وبنفس المكان وخلال 3 ساعات جمعوا له فلوس كيه واشتروا له كيه هذول هم الشعب العراقي هو هذا الشعب العراقي هو هذا المفروض اللي يحكم البلد مو هم المفروض يشوفون يقول هاي اللي يحكم البلد البلد الشعب اللي يلم فلوسه حتى يساعد اخوه
ولا الانسان هذا البشر هذول ال 300 وما ادري ايش قد اللي هم يبوقون وما جاي ياخذون. هم اساسا لو يستحون على انفسهم يقولون احنا صحيح احنا جايين من الشارع العراقي، كان ما يحطون 30 شخص حمايه لهم. يحميك منين؟ منين يحميك؟ يحميك من شعبك اللي انتخبوك، مو هو كل عضو برلمان يمثله 100,000؟ يعني اكو معقوله اني ينتخبوني اهل الشعب ينتخبني واني احمي نفسي من الشعب؟ ايش قد فلوس الحمايه؟ مو بيها نفسهم يعيشون هذول يعني يطببون جرحى انتفاضه تشرين؟ يعني انا استغرب، انا اسال البرلمانيين، انت من تروح تخلي لك 30 شخص حمايه لك، كل واحد راتبه 1.5 مليون، ليش؟ منين خايف انت؟ خايف من الشعب اللي انتخبه؟ فهذا دليل على ان اساسا هم ما جايين من رحم الشعب، هم ما جايين من رحم ديمقراطيه موجوده. نعم. ما تحتاج للاستاذ انه واحد يسال انه هل هذول هم شو يقولون ارواحهم؟ هم ما يستحون، انت تحاكي لك واحد ما يستحي عشان. نعم. انا اشكرك ابو علي من الوسط كان معنا، مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد. طبعا اكدت مؤسسة هيرج للابحاث بان تظاهرات الشباب العراقي تدل على تنامي الرفض الشعبي العراقي للنفوذ والتدخل الايراني في شؤون البلاد، واضافت المؤسسة ان النظام الحاكم في طهران يعتبر العراق دولة تابعة له ولا يحترم او يهتم بسيادته، مشيرة الى ان ايران التي تعد نفسها دولة كبرى في المنطقة تدفع ب أيديولوجياتها المتطرفة والسيئة في العراق. بدوره قال معهد كاتو الأمريكي بأن التظاهرات في العراق ولبنان متشابهة لا سيما وأنها تطالب بالتخلص من النفوذ الطائفي، مشيرا إلى ضرورة إبعاد العراق عن المسارة الطائفية التي تروج لها أحزاب السلطة المهتمة بمصالحها الخاصة فقط. معنا اتصال كرار من الناصرية، تفضل كرار. نعم استاذ، اولا اهلا وسهلا بك حياك الله. كرار، اليوم يسأل العراقيين وين وعد الكاظمي بعلاج مصابي ثوره تشرين؟ نعم استاذ الفاضل، اولا الكاظمي كسائر الوزراء اللي قبلهم عادل عبد المهدي والمالكي والعبادي هم بس حكي وكذب وعود كاذبه على الشعب واعلام وتصوير، وراح سويت وراح اجيبه، بالتالي شفنا كل شيء ما حقق، لا حقق من قتله المتظاهرين، لا اليوم الجرحى مال المتظاهرين ضالين بالشوارع وضالين يعني جاي يلمون فلان وعلان خاطر بحيث يلمون مبلغ خاطر بحيث يسوون العمليه. انا عده من المرات متواصل ويا جرحى واعرف حالتهم وتواصلنا حتى خاطر نروح لهذا مستشفى الكفيل اللي هم مسوينه اللي مستشفى الكفيل، والله طلبوا من عندنا العمليه 25 مليون. قلنا لهم احنا جاء صديقنا مجروح بالمتظاهرات، قلنا لهم هذا صديقنا مجروح بالمتظاهرات، قالوا احنا لازم نسوي العمليه 25 مليون طبعا احنا لازم نسوي الكفيل اللي هم مسوينه. ثانيا الكاظم اليوم يعني انتم يا دوله يا ميليشيات يا عصابات، اليوم من كتبتوا هذا الشعب من طلع على مود حقه يطالب حقه، كتبته انجرح بالتظاهرات، غير شو لفت بديله، شو لفت علاج له، يعني عندك العائله مال الشهيد الله يرحمه صفات سراج تبرعوا مليون الكوميت القاتل، وعندك هواي يعني ناس برعت وشهداء يعني هم الشهداء برعوا على مود ينقذون هذا الشاب كوميت، وهواي من الجرحى مو بالقضية كوميت، لو تستاهلوا تشوفون لو تطلعون على الجرحى اليوم المصابي والله يعني حالتهم مرأت لها، يعني غير مع يعني انتم يا حكومه يعني انتم صار لكم 18 سنه تبوقون بخياراتكم وجاي تشوفون الحاله احنا الواصلين لا خدمات لا بنى تحتيه لا تالي ما تالي، انا من نتمرض لو انا من انت طريقتك تصوبني به ما تعالجني بفلوس ما تعالجني يعني ما كفاك من البوق. نعم زين كرار، برايك ليش البرلمان مثل ما قال كاظمي يرفض قرار علاج او تعويض ضحايا وجرحى ثوره تشرين؟ نعم سيدي، اقول لك الاستاذ قابيل سوى كل شيء كلام
قال لك ذولي من طلعوا على حقهم يعتبرونهم خواني ويعتبرونهم ذولي مو من الوطن مو طالعين على مطالب مشروعه، ذولي يعتبرونهم خواني. ولايه الفقيه تدري ايش تقول؟ تقول كل من يعارض الدوله الاسلاميه ها يعتبر هذا خاين ومرتد ويجب قتله. فهم ماخذين الحكم مال ايران وجاي يطبقونه في العراق. يعني احنا من طلعنا كشباب كمتظاهرين، احنا ما طلع، احنا ما عندنا مشكله، احنا لا عندنا عداوه ويا المالكي ولا عندنا ويا عادل عبد الناجي ولا عندنا ويا العبادي، احنا طلعنا على موت على موت حقوقنا، حقوقنا المشروعه، يعني اللي هي تعيينات، خدمات، صحه، تعليم، هذا اللي طلعنا عليه، احنا لا عندنا عداوه ويا الثاني ولا عندنا عداوه ويا الحزب، واجهونا بالرصاص الحي، واجهونا بال زين احنا كل يعني قدرت الظاهر المتظاهرين ما طلعتوا مني. هذه حتى انتم يا برلمان القاعدين اللي تمثلون الشعب تمثلون صوت الشعب، انتم ما مثلتوا صوت الشعب وجبتونا قدرة المتظاهرين. احنا بالبصره اكو حادثه صارت بالبصره. نعم. حزب دار الله في اليوسف اللي هو موجود، انا هاي الحادثه موجود بيه قاتل طلع من عندنا ثلاث شهداء من عندنا وثلاثه جرحى. ها؟ نعم. واليوم مرشح على الانتخابات. يعني هو جاي حق البرلمان اللي قاعد بمزيه الشريف، لا هم نفسيتهم اللي قاعدون، هم الميليشيات هم عصاباتهم اللي قاعدون، فشو بدهم يصوتون علينا؟ يصوتون قرار يخص الشعب، اكيد قرار يخص جو هذا الشعب، ما يصوتون على قرار يوم يخدم الشعب، يعني هم ميليشيات قتله والله جونا من خارج البلدان، لا يهتمون بالسياسه ولا عندهم اي شيء ما عندهم. نعم. انا اشكرك اخي كرار من الناصريه كان معنا. رسالة من أبو محمد من بغداد يقول السلام عليكم، تحياتي لقناة الشعب قناة الرافدين المجاهدة. يقول أخي الغالي، كان شعار الكاظمي عند أول استلامه للسلطة أن يكشف عن قتلة المتظاهرين الثوار وأن يحاسب سراق المال العام، وهي مجرد دعاية لا أكثر. وعندما استلم واستقر في السلطة تغير كل شيء، لأنه جاء بتوافق رؤساء الكتل الفاسدة، وهم يعلمون بأن مرشحهم فاق مسيلم الكذاب كما قال أبو محمد، فلم يتحقق من حكمه شيء سوى قمع المتظاهرين وزيادة الفساد وسرقة المال العام. فلك الله يا عراق وحسبي الله ونعم الوكيل. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد. أبو الحسن، هل يعقل بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادر على الإيفاء بوعده الذي قطعه لمصابي ثورة تشرين بعلاجهم؟ ما طلبوا شيء صعب، رادوا بس يتعالجون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا وسهلا بك أخي عمر. كل الحكومات ما بعد الاحتلال، ألو معك أبو الحسن أسمعك واضح. كل الحكومات ما بعد الاحتلال من 2003 كل الوعودات خطتها للشعب العراقي هي كاذبة، وأيضا متلونين في أكاذيبهم. نعم. فشوف الكاظمي بعد التوافق السياسي اللي اتفقت الكتل السياسية عليه نتيجة الضغط الجماهيري، نتيجة الضغط ثورة تشرين العظيمة اللي حققت وحدة العراقيين بكافة طوائفهم، فجت أوامر من إيران أو من الملالي أنه عدم معالجة الجرحى، لأنه ثورة تشرين طلبت أنه إيران برا برا بغداد تبقى حرة، فكيف إيران والكتل السياسية والولائية لإيران أنه تريد تعالج المتظاهرين أو الثوار؟ لأنه هذا هدفهم، أولا طرد الوجود الإيراني داخل العراق، لأنه الثوار تشرين أولا طلبوا طرد الوجود الإيراني في العراق، والممثلية الإيرانية اللي تتمثل بالسفارة الإيرانية، لأن أوامر الحكومة العراقية ما تسمى الحكومة العراقية هي تأخذ أوامرها من السفارة الإيرانية ومن قاسم سليماني كان، وأيضا هسه سفير إيران في العراق. فنتيجة هذا طلب الثوار بطرد الاحتلال الإيراني وعدم وجود الإيرانيين داخل العراق، فجاهم أمر من إيران بعدم معالجة الثوار لأنه هذولا يستهدفون الوجود الإيراني. وبالتالي الكاظمي هو لبى حاجة إيران، وإنما لن يلبي حاجة المتظاهرين. وأيضا نشوف في بداية التظاهرات والثورة كانت قوية ولا زالت قوية، نشوف بدأ الكاظمي يزور قسم من الثوار ويعطيهم مواعيد وكلها مواعيد كاذبة.
وهي ديدن الحكومات ما بعد الاحتلال ولحد الآن، ومن ضمنها الكاظمي. الكاظمي بالعكس زاد الفساد أكثر والقتل للنشطاء بعد ما التظاهرات بدأت تخف. شوف استهدفوا النشطاء من المتظاهرين والثوار وبدأ القتل وسرقة أموال العراق والفساد الإداري والمالي، وبالتالي البرلمان اللي يقولون يمثلون شعب، هذول ما يمثلون شعب وإنما يمثلون إيران، لأنه أكثر الكتل الولائية الموجودة داخل البرلمان هي مرتبطة بإيران، من ضمنها جماعة هادي العامري وقيس الخزعلي وغيرها، فكتل تمثل النظام الإيراني في العراق. فكيف تقرر أنه أو تأيد معالجة المتظاهرين أو الثوار من المصابين وأعطاء الشهداء رواتب شهداء أو تقاعد؟ نعم. بالعكس يحاولون أنه ما ينطوهم هذه الامتيازات حتى يموتون عوائلهم من الجوع. حتى ذاك الوقت أغلب الشعب العراقي من هاي النتيجة أنه حتى ما يطلع تظاهر، وإنما يريدون ذبح الشعب العراقي من خلال النظام الإيراني، وإن شاء الله ثورة مستمرة وسوف تنتصر الثورة على هؤلاء العملاء، وبالتالي لن تكون انتخابات إن شاء الله طالما الثوار موجودين، وعدم مصداقية هذه الثورة الدولة للشعب العراقي والثوار. وإحنا نعرف التظاهرات مستمرة لا زالت في الجنوب، والآن الجنوب يغلي نتيجة هاي الظروف المعيشية ونتيجة هذا الفساد القائم في الدولة العراقية. فهاي نتائج الحكومات ما بعد الاحتلال. أي وعود أطلتها من الحكومات اللي شكلت ما بعد الاحتلال لحد الآن ونفذتها للشعب العراقي، وعدتهم بالخدمات وعدتهم بالكهرباء، كهرباء 18 سنة مليارات الدولارات صرفت على الكهرباء، والآن الكهرباء هي شوفها ساعة يعلقوها وست ساعات أطفاء. أين الخدمات؟ أين الصحة؟ أين التحيينات؟ كل هاي حتى يهدئون الثورة أو يهدئون الشعب العراقي بأكاذيبهم، ولكن الآن الشعب صار أمامه وضوح كامل من السياسيين والكتل الآن المرشحة في البرلمان. الآن أغلب الشعب العراقي، إحنا طبعا من خلال الشارع العراقي نسمع أنه عدم المشاركة في الانتخابات، لأنه هؤلاء نفسهم راح يعيدوهم مرة أخرى للبرلمان وللسلطة، وبالتالي راح يدمرون الشعب العراقي، وهي نية إيران وأمريكا وكل العملية السياسية جو يدمرون العراق ولكن لن يبنون العراق. أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد كان معنا. رسالة الواتساب يقول فيها: السلام عليكم أخي العزيز، أول شيء خلي الكاظمي يعالج الجيش والشرطة. يقول الكاظمي بكيف إيران والأحزاب. رسالة أخرى من أبو يحيى يقول فيها: هذول مجموعة من الحرامية والكذابين باعوا الوطن والشعب وبفلوسه يعالجون اقتصاد إيران وأمريكا. أما حسين الكعبي فقال برسالته وهو من ميسان، يقول: السلام عليكم، تحية لك ولقناة الرافدين. يقول عزيزي أستاذ عمر، يقول هم يتقصدون بعدم علاج جرحى التظاهرات لأن يعتبروهم خونة وعملاء كما يقول وأبناء سفارات. ليش؟ لأن الشباب طلعوا يطالبون بحقوقهم المسلوبة، يطالبون بوطن انسرق بالكامل، يطالبون بحرية المليارات اللي جاي تصرفها الدولة على المؤتمرات كمؤتمر دول الجوار. كم مليار انصرف مثل مؤتمر الأموال المنهوبة؟ شقد انصرف ما يقدرون يطلعون من هاي الأموال لجرح التظاهرات؟ يتساءل. بس أذكرهم نسوا منه أبناء السفارات، إحنا الشباب لو هم كانوا يتوسلون للسفارة الأمريكية حتى يحصلون على المناصب، وما زال لغاية الآن ما يحصلون على المناصب إلا بالموافقة من السفارة الإيرانية والأمريكية. يقول: مشكلتنا بالعراق ما عندنا حكومة عراقية تحكمنا، تحكمنا مجموعة من الميليشيات التابعة لإيران. والسلام عليكم. معنا محمد من كربلاء. محمد من كربلاء، أخي محمد، هل يعقل بأن مصطفى الكاظمي غير قادر على الإيفاء بوعده بعلاج مصابي ثورة تشرين؟ السلام عليكم وعلى قناتكم الطيبة المباركة. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك قناة الرافدين البطلة، قناة الحق والحقيقة. الله يبارك فيك، أشكرك.
أخوي سعد عمر. نعم. والله العظيم أقسم لك بالله والرسول الأكرم محمد نبي الرحمة غير قادر على حكومة الكاظمي والقبلة والبعدة وكل الحكومات الراح تجي والراح تصير. زين والفساد ها والتسييب والقتل والعصابات ولا يعالج ولا يسوي أمره مو بيده. وإذا هو هسه رئيس وزراء العراق هو والبعدة إذا هو رجال حتى يصل جرف الصخر يطب جرف الصخر ما حد يدري جرف الصخر شو يطبوه. أنا أدري تعرف إيش فيها جرف الصخر وما حد يقدر يطبها. نعم أستاذ عمر. نعم بها سجون سرية تحت الجار زين بها سجون سرية. نعم تدري هاي المعلومة أستاذ عمر لو ما تدري؟ والله منتشرة من زمان هذه المعلومات. نعم زين سجون سرية تحت الأرض بس نعم. الله يعلم بها زين وين يقدر على حكومة يسوي وين يقدر على المتظاهرين. الوضع بالعراق أسوأ الأسوأ حتى مو 22 هاي راح تجي سنة 22. نعم الله وكيلك والرسول الأكرم محمد بعد 10 سنين لقدام سنة 32 العراق نفس الأسوأ بأسوأ بأسوأ لا خدمات لا تعليم بطالة لا مدارس لا كل شيء كل شيء ما من أسوأ إلى أسوأ. ليش وين السبب تعرف وين؟ وين الجاي حكمنا مو عراقي احنا جاي تتحكم بينا إيران وتتحكم بينا أمريكا. نعم. والمليشي العصابات. نعم أخي محمد أحكي لك أحكي أنا أعتذر منك لأن انتهى وقت البرنامج. محمد من كربلاء كان معنا. خلوني بس أقرأ تغريدة وعد على تويتر وعلى وسم وين الوعد يا الكاظمي اللي أطلقه العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وتصدر الترند في تويتر. وعد اللي شفناه بالفيديو في بداية الحلقة وبالتقرير بأنه قاعد بصف الكاظمي وقال له أنه رئيس الحكومة وعدني بالعلاج وقال دلل ولغاية الآن. فوعد بتغريدة يقول وين الوعد الكاظمي هكذا كانت وقفتنا اليوم. طبعا منزل صورة اللي شفناها بالتقرير في ساحل التحرير وهو مقعد سأل الله أن يشافيه ويعافيه يا رب. وقفتنا اليوم في ساحل التحرير أدعو كل من كل حريص على معالج جرحى تشرين أن يشارك في هذا الهاشتاج ليصل العالم. يقول ما أقبح حكام العراق الذين يلعبون على جراح مواطنيهم. وطبعا نثمن ونشد على أيدي الناشطين وأهالي محافظة النجف اللي قدروا بنجاح جمع مبلغ 280 مليون دينار عراقي لعلاج المصاب الناشط المتظاهر كميل قاسم. نسأل الله أن يذهب إلى رحلة العلاج وأن يرجع مشافى معافى ولكل مصابي ثورة تشرين. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.